بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن الصداع المزمن. الأسباب المشهورة للصداع: الأنف، التهاب الجيوب الأنفية قد يسبب صداع، وصداع الجيوب الأنفية يتميز بأنه يأتي في الجبهة أو على جانبي الأنف، ويزيد بالضغط على هذه الأماكن، ويزداد الألم عند الميل للأمام في وضع الركوع. الأذن، التهاب الأذن الوسطى أو الأذن الخارجية قد يسبب الصداع المزمن. الإمساك المزمن، الإمساك المزمن قد يسبب صداع مزمن. العيون، في كثير من الأحيان لو أن هناك ضعف بسيط في النظر أو خلل في مقاس النظارة الطبية فإن ذلك يؤدي إلى حدوث صداع مزمن. الحمى أو أي مصدر للعدوى مثل الإصابة بنزلة البرد فإن ذلك يسبب صداع، وفي حالات كثيرة جدا يعاني المريض من دور برد تقليدي ويشتكي من الصداع والألم في الجسم فقط. الفم، ألم الأسنان، أحيانا تكون المشكلة في الأسنان والمريض يشتكي من صداع فقط ولا يدرك أن الصداع بسبب ألم الأسنان. ضغط الدم المرتفع أو المنخفض، يجب قياس ضغط الدم لأن الضغط المرتفع أو المنخفض قد يسبب صداع. الأنيميا، الأنيميا من أشهر أسباب الصداع والإجهاد والدوخة خصوصا عند السيدات. وبعد استبعاد الأسباب السابقة يوجد مشكلتين مشهورتين قد يتسببوا في الصداع المزمن: الصداع الناتج عن الضغط العصبي وهو عبارة عن صداع في مقدمة أو مؤخرة الرأس ويزداد ليلا. الصداع النصفي وهو عبارة عن صداع في منتصف الرأس وقد يكون مصحوب بقيء مع عدم احتمال الضوء. في حال استمرار الصداع وعدم استجابته لمسكنات الألم العادية والتي تصرف بدون وصفة طبية لابد من مراجعة الطبيب لتشخيص سبب الصداع وتحديد العلاج المناسب له. مع أطيب تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.